اشوف صديقي نزل ايه، بمناسبه ان انا لسه جايب مايكات جديده، قلت اشوف صاحبي وحبيبي منزل ايه، علشان خاطر الابداع والامتاع وعظمه المؤلف بتظهر في اللحظات الحاسمه. نشوف الراجل منزل ايه. الراجل كان خلاص خياله راح لحتت بعيده، وحتت التصريحات الصحفيه وحتت المثليه. نشوف هو بدا يفكر ازاي خارج الصندوق، وبدا يعمل فيديوهات عامله ازاي، لان احنا خلاص يعني اكتشفنا ان القناه دي كنز استراتيجي لينا. اه والله كنز استراتيجي كده. لا ماتشات بلانيله ولا تحليل ماتشات بلانيله، الراجل بيعمل له فيديو كده 120 ألف في 3 ساعات، اللي هو اللهم لا حسد. بس القصة كلها قصة ماذا يحتوي هذا الفيديو اللي جاب 120 ألف في 3 ساعات؟ تقعد تتفرج عليه، نتفرج عليه كلنا مع بعض، نشوف ماذا يحتوي. لايك للفيديو إذا كنتم تحبون رياض محرز. اه دي مطلوبها منك برضو، لايك للفيديو إذا كنتم تحبون رياض محرز. هتلاقي الرياضة عندي هنا جنب حكيم زياش جنب مو صلاح. الخلفية دي جبتها ولا استعملتها في أي حاجة. السلام عليكم. عليكم رياض السلام. محرز يرفض مصافحة شاب إسرائيلي في استاد مانشستر سيتي. الله الله، شوف دي دخل ازاي، دخل دخله حلوه دي، الدخله دي بتجيب مع الناس. علم بانه من اسرائيل في لقطه رائعه لم ينتبه اليها الكثير من محبي الجزائري الخلوق رياض محرز. بحب فيه الحتة دي اللي هو احنا بننتبه لحاجات وهو بينتبه لحاجات تانية، احنا بننتبه لحاجات بتجيب لنا 200 و300 مشاهدة، وهو بينتبه لحاجات بتجيب له 100 و200 ومليون مشاهدة. اللي هو انا عارف ان المشاهدات مش مقياس نجاح، بس هي بصراحه يعني في احيان كتير بتبقى مقاييس نجاح، لانك لو تقعد تدور على فيديو بتلاقي ان مثلا هو جايب 4000 لحد دلوقتي في 3 ساعات. انا الحمد لله 4000 دول اكتر عدد وصلت له لايكات هنا في القناه، الصلاه على النبي يعني من الاخر يعني ده اكتر عدد انا وصلت له هنا في القناه، وهو وصل له في 3 ساعات بس. نبص بقى على المحتوى اللي هو وصل له عامل ازاي. رفض رياض محرز مصافحه شاب اسرائيلي ورفض بأن يمضي له على الكرة وتجاهله تماما، وذلك بعد أن سمعه محرز وهو يتكلم باللغة العبرية مع أحد أصدقائه. وكان شوف يعني هو انتبه ان رياض محرز في لقطه لوحده، وانتبه ان رياض محرز عرف ان الواد بيتكلم عبري، فرياض عرف ان الواد اسرائيلي يهودي. خيال المؤلف لازم يكون واسع، والا القصه لن تكون محبوكه، وهو خياله واسع والقصه مش محبوكه، ما تعرفش ازاي يعني. رياض محرز يلتقط بعض الصور مع جمهور مانشستر سيتي ويمضي لهم على قمصان النادي وعلى الكرات. بس على فكره القصه دي لو كانت حقيقيه كان رياض محرز يعني اتجرى شويه في الاعلام الانجليزي. اه والله الاعلام الانجليزي كان زمان اتجرس رياض، وكان زمان المنظمات الحقوقيه بدات تتكلم على رياض، وكان رياض اتعمل له مشكله بجد، ما كانتش هتعدي كده مرور الكرام، لان الناس دي مش سهله هناك في انجلترا. فانت بتتكلم على الموضوع بمنتهى السخريه، بس الموضوع ده لو حصل رياض ممكن يتاذي فيه بجد. المشهد ليس دليلا كافيا على كره الجزائري رياض محرز لاسرائيل وحبه لفلسطين. ففي مشهد اخر للجزائري الخلوق رياض محرز، قام رياض محرز بتجاهل الامين العام للاتحاد الاوروبي لكره القدم اثناء تسليم لاعبي مانشستر سيتي الميداليات والنياشين لحصولهم على المركز الثاني في دوري ابطال اوروبا وقتها. والله يا ابني انا كمشجع سيتي مش فاكر حاجه، علما بان الامين العام للاتحاد الاوروبي لكره القدم، لان انا من الناس اللي لما اتغلبنا قفلت الماتش، ليس اسرائيليا كما زعم الكثير وقتها، ما مسلمش عليه ليه، ولكنه ينتمي لعائله يهوديه الاصل. الله، يعني رياض راح عمل استنى يعني رياض عمل سيرش على العيله بتاعته وشاف هو في عرق يهودي في ايه ولا لا. ده كان مركز كل ده بعد ما كنا رايحين خسرانين من تشيلسي. ده والنبي الواد رياض ذاكرته حديديه، بسم الله ما شاء الله. ربما هذا المشهد ايضا لم يعد كافيا لاثبات ان محرز يعشق بلده الثاني فلسطين ويبغض اسرائيل. الله العظيم، الله العظيم، الاعلام المصري بتاعنا بقى مؤثر جدا على الشباب. يعني الواد ده بسم الله ما شاء الله خد احمد موسى ومشي معاه بمبدا احمد موسى فكره، يعني قلتها الصبح وقولها تاني، مشكله لما يتحول احمد موسى الفكره دي معناها ان احنا في مصيبه سودة. ربما تتذكرون هذا المشهد جيدا. اه بتاع المراد رفع عنه الكثير بالذكر بان ابن الجزائر الخلوق رياض محرز دعم وساند الشعب الفلسطيني وقت احداث الشيخ جراح. ده حقيقة عمل كده، حيث كتب محرز وقتها على حسابه الشخصي في تويتر: رحم الله شهداءنا في احداث الشيخ جراح. عمل كده فعلا، وفي نفس اليوم ارفق. بس صايع الواد ده، يعني دخل حاجات فيك في حاجات حصلت فعلا، يعني هو جاب حاجات اغلبها مش حقيقي مع حاجة حقيقية. بس بصراحة بدأت تبدع يا ابني والله، حط حاجة حقيقية كده في النص بحيث تتوه الناس. عاش هو احمد موسى بالذات. سيف شيخ جراح. سيف، ألم تكن هذه المواقف كافية على أنه فخر العرب الحقيقي؟ كافية يا اسطى. إلى متى سنظل نزور الحقائق وننشر الأكاذيب؟ لا نعلم. متابعينا الأفاضل، هل سبق أن رفع محمد صلاح علم فلسطين في الأنفيلد؟ لقد علي النعمة، الواد ده لو عنده بس 100,000 مشترك مصري كان خاف يقول الجملة دي خالص، بس هو عشان عارف إن الفانز اللي عنده أغلبهم جزائريين فبيخبط في أبو صلاح.
اديله كمل كمل يا حبيبي كمل كمل فعلاها يا فخر جامد. العرب الحقيقي الجزائري رياض محرز. اللهم احفظه وانصره يا رب العالمين، واحفظ جميع اهل الجزائر يا رب العالمين. اللهم امين. لا تنسوا الدعاء لفخر العرب رياض محرز في التعليقات، ربنا ولا يهديه، تنسوا على الله ربنا يخليكم. ربنا ربنا كل يهدينا زائر كلنا عربي والله في يا عشر ابني، ربنا مسلسل يهدينا كلنا دعايتي ويسترها بيلم على فيديو محرز من وقلم. امثالك اللي بيلموا لايكات من وراه. اه والله ربنا يسترها على محرز من امثالك اللي بيلموا لايكات من وراه. بس بصراحه انت بتلم لايكات من ورا محرز وانا بلم لايكات من وراك، بس مش لايكات قوي، لان انا للامانه القناه عندي مش بتزيد بسبب الفيديوهات دي، القناه دي بالعكس بتبقى سالب. بس بصراحه يعني انا بتفرج على فيديوهات صعب ان انا ما اقولش رايي فيها، وصعب ان انا يعني لما اتجلط منها ما اجيش اجلطك معايا، لان عيب، احنا متعودين ان احنا هنا في القناه دي اخوه، لما انا بتجلط اجي اجلطك معايا، لما انا اتفرج على فيديو يقرفني هاجي افرجك معايا عشان تشوف هل الفيديو كويس وانا راجل ظالم، ولا الفيديو سيء وانا راجل مش ظالم، والفيديو ما ينفعش ان هو يكون موجود على منصة هنا، وما ينفعش كمان ان هو يكون عليه نسبة التفاعل العالية دي من غير اي منطق في المحتوى اللي بيتقدم. ده بصراحة رأيي، لو انت ليك رأي مخالف فبراحتك يا برو، اما لو قلت لي ان انت كبير على الفيديوهات دي وما ينفعش انك تعمل رياكت عليه والكلام ده، فعايز اقول لك عزيزي انا جيت اتفرج على ماتش برشلونة لقيت الفرقة بتنام، ولقيت ان انا جربت شد اللحاف اتفرج على حبيبي اشوفه عامل ايه النهارده، وبصراحه لقيت ان هو ممتع اكتر من الفرجه على برشلونه ومايوركا. ده رايي الشخصي، لو انت ليك راي مختلف فبراحتك يا برو، وفي الحالتين اعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك، ولو الفيديو ما عجبكش تذكر دائما اننا في هذه العالم لكائن وكائن نواجه ونكافح ضد الهبد، واحنا موجودين عشان نواجه ونكافح ضد الهبد. عم رضا بطل يهبد، في ناس غيره بتهبد، والناس بتعمل ايه للامانه، يعني عم رضا طلع غلبان بالنسبه لناس كتير.